بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الآن مع الصفحة 36. ننظر إلى العنوان الجانبي كولينيرجيك أجونيست. معنى هذا العنوان هي الأدوية المحفزة لمستقبلات الأسيتايل كولين. نقصد بها تلك الأدوية التي لها القدرة على الارتباط بمستقبلات الأسيتايل كولين وتعمل على تحفيزها. ننظر إلى الفقرة تحت هذا العنوان. هذه الفقرة تشير إلى بعض أماكن عمل الأسيتايل كولين كناقل عصبي، وتم الإشارة إلى هذه الأماكن عند الحديث عن الأسيتايل كولين كناقل عصبي. الآن ننتقل إلى فقرة مهمة جدا. هذه الفقرة هي نيورو ترانسميشن ات كولينيرجيك نيورونز، بمعنى عملية النقل العصبي في النيورون المفرز للأسيتايل كولين. طبعا أود الإشارة أو التنويه إلى أن النيورون الذي يفرز الأسيتايل كولين يسمى كولينيرجيك نيورون. الآن عملية النقل العصبي داخل النيورون المفرز للأسيتايل كولين بتشتمل على 6 خطوات. الخطوة الأولى رقم 1 synthesis of acetyl choline، تعني تصنيع أو تخليق الأسيتايل كولين. طبعا مركب الكولين يتم نقله من خارج النيورون المفرز الأسيتايل كولين عبر آلية نقل فعال، ثم يتفاعل الكولين مع مركب آخر داخل النيورون. هذا المركب هو الأسيتايل كوإنزايم A تحت تأثير إنزايم يسمى كولين أسيتايل ترانسفيريز. نتيجة هذا التفاعل بينتج الأسيتايل كولين. الخطوة رقم 2 storage of acetylcholine in vesicles. الآن بعد تكوين الأسيتايلكولين يتم تخزينه وحفظه داخل حويصلات. الخطوة رقم 3 release of acetylcholine، وتعني إطلاق الأسيتايلكولين. بالطبع عند وصول الحث العصبي أو الحث الكهربائي إلى النهاية العصبية تقوم قنوات الكالسيوم الحساسة للجهد الكهربائي بالانفتاح، مما يسمح بدخول الكالسيوم إلى داخل النيورون. الآن ارتفاع نسبة الكالسيوم داخل النيورون ستؤدي إلى تحريك الحويصلات التي تحتوي على الأسيتايلكولين في اتجاه جدار النيورون المواجه لمنطقة الفراغ، ثم الالتصاق بهذا الجدار وإفراغ محتويات الحويصلات التي تحتوي على الأسيتايل كولين داخل هذا الفراغ. الخطوة رقم 4 binding to the receptors، هو الارتباط بمستقبلات الأسيتايل كولين. طبعا عند انطلاق الأسيتايل كولين في منطقة الفراغ يبحث الأسيتايل كولين عن مستقبلاته. في الحقيقة يوجد عائلتين من المستقبلات التي يعمل عليها الأسيتايل كولين. العائلة الأولى تسمى مستقبلات المسكرين، أما العائلة الثانية فتسمى مستقبلات النيكوتين. عند ارتباط الأسيتايل كولين بواحدة من هذه العائلات بيحدث استجابة بيولوجية في العضو المتأثر. نتيجة أو تتمثل هذه الاستجابة البيولوجية على شكل إطلاق نبضة عصبية جديدة أو على شكل تفعيل أحد الإنزيمات الموجودة في العضو المتأثر. الآن تفكيك الأسيتايل كولين
هو الخطوة رقم 5 degradation of acetylcholine. عند تواجد الأسيتايلكولين في منطقة الفراغ فإنه يواجه إنزيم، هذا الإنزيم يسمى الأسيتايلكولينستيريز. مرة أخرى، هذا الإنزيم يسمى الأسيتايلكولينستيريز، حيث يقوم هذا الإنزيم بتفكيك الأسيتايلكولين إلى مركباته الأساسية وهي الكولين والأسيتيت. نأتي الآن للخطوة رقم 6 اللي هي recycling of choline، إعادة تدوير الكولين. بعد عملية التفكيك التي حصلت للأسيتايلكولين نتج عندي الكولين. هذا الكولين يتم نقله بفعل آلية متخصصة وإعادته مرة أخرى إلى النيورون، حيث تحدث له عملية أستلة داخل النيورون وينتج عندي أسيتايلكولين مرة أخرى. هذه الخطوات توضح عملية تدوير أو دورة حياة الأسيتايلكولين. الآن ننتقل إلى العنوان الجانبي الآخر وهو مستقبلات الأسيتايلكولين والتي تعرف بالكولينيرجيك ريسبتورز أو كولينوسبتورز. في الحقيقة يوجد عائلتان لمستقبلات الأسيتايلكولين. العائلة الأولى هي مستقبلات المسكرين، والعائلة الثانية هي مستقبلات النيكوتين. نأتي الآن إلى تعريف مستقبلات المسكرين. مستقبلات المسكرين تعرف على أنها مستقبلات بالإضافة لمقدرتها وقدرتها على الارتباط بالأسيتايلكولين، فهي لها القدرة على التعرف والارتباط بمادة تسمى مسكرين وبشكل أقوى من مادة أخرى شبيهة تسمى النيكوتين. مرة أخرى للتعريف، تعرف مستقبلات المسكرين على أنها مستقبلات بالإضافة لمقدرتها وقوتها على الارتباط بالأسيتايلكولين، لها القدرة على الارتباط بمادة أخرى تسمى المسكرين بشكل أقوى من مادة شبيهة تسمى النيكوتين. طبعا يوجد تفريعات أو تقسيمات لمستقبلات المستقبلات المسكرين يرمز لها بالM1 والM2 والM3 حتى M5. حرف الM هنا يشير إلى كلمة مسكرين. الآن أين تتواجد مستقبلات المسكرين؟ مستقبلات المسكرين تتواجد على الخلايا المستهدفة الموجودة على العضو المتأثر في منطقة البوست جانجليونيك فايبرز، وتحديدا في الجهاز العصبي الباراسمبتاوي، كما تتواجد أيضا في بعض الأعضاء التي تتلقى تغذية سمبتاوية مثل الغدد العرقية. كذلك تتواجد مستقبلات المسكرين من النوع الأول المعروف بالM1 على الخلايا الجانبية للمعدة. كذلك تتواجد مستقبلات المسكرين من النوع الثاني M2 على الخلايا القلبية وكذلك على العضلات الملساء. كما تتواجد مستقبلات المسكرين من النوع الثالث M3 على المثانة وعلى الغدد القنوية وكذلك على العضلات الملساء. تنتمي مستقبلات المسكرين إلى عائلة من المستقبلات تعرف بالجي بروتين كابل 7
الترانس ميمبرين. الآن نأتي إلى تعريف مستقبلات النيكوتين. هذه المستقبلات تعرف على أنها مستقبلات بالإضافة لقدرتها على الارتباط بالأسيتايل كولين، فإن لها القدرة على التعرف والارتباط بمادة أخرى تسمى النيكوتين بشكل أقوى من مادة أخرى شبيهة هي الماسكارين. مرة أخرى للتعريف، تعرف مستقبلات النيكوتين على أنها مستقبلات بالإضافة لمقدرتها على الارتباط بالأسيتايل كولين، فإن لها مقدرة على الارتباط والتعرف بمادة النيكوتين وبشكل أقوى من مادة أخرى شبيهة تسمى الماسكارين. الآن أين تتواجد مستقبلات النيكوتين؟ تتواجد مستقبلات النيكوتين في كل العقد العصبية التابعة للجهاز العصبي الذاتي بقسمي، السمبتاوي والباراسمبتاوي. كذلك تتواجد مستقبلات النيكوتين على العضلات الهيكلية التي تتبع الجهاز العصبي الجسدي أو ما يعرف بالسوماتيك نيرفس سيستم. كذلك فإنها تتواجد على الغدة الكظرية وتحديدا على منطقة المظلة أو نخاع الغدة الكظرية.